عندي أكثر من 70 سنة وأنا نخمم في هذه الوثائق هذه باش نلمها صاحبي، باش نلمها كانت مبعثرة بالغبار، يا ربي نقول هل الوثائق هذو إلى متى وهي مغبية؟ الهمني يا ربي باش بالحق الخمي الذي ثمنا من حتى لميتها وبقيت نلمم هذا المتحف هذاك يقول هذاك كل جمعية تقول أنا نقول يا ربي إذن السيخارة قلت يا ربي اهديني لمن يستحق هذه الوثائق ويحافظ عليها وتكون في مستوى الشعب كله. نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار احتفاء بالعلم والعلماء وتخليدا لجليل الأعمال التي أزداها رائد النهضة الفكرية والإصلاحية في الجزائر العلامة عبد الحميد بن بديس. لله وللوطن وبنات وأبناء شعبه الأبي. الشيخ بن بديس يبقى في ذاكرة الشباب بفضل القدامى اللي راهم اليوم، لأن ماشي مدرسة وحنا عندنا مدارس ما شاء الله، ولو ما كانوش الناس كما الشيخ بن بديس والشيوخ الموجودين هنا ربي يطول في عمرهم، احنا عمرنا ما كنا نكونوا في المناصب اللي راهم فيها اليوم.